ويجي كنا عجينه ما مختمره قاعدي اي روح ما لك علاقه عن قاعدي اقول لك محمد رمضان من باس ايدك تعرفين محمد رمضان شو اسمه محمد رمضان لو محمد لو رمضان. زرطان ها محمد رمضان من باس ايدك خطيه صار تسمم عنده بالمعده اي ماني جرثومه لا مو جرثومه من السحوره ماتك بالورد قاعدي تلبس محابسك عدل لابسنا على الموده شلون لازم تعرفين بالمحابس السحاره لا لان شن... على الموده لابسه هنا تعرفين شنو هذا شنو هذا ضد الرصاص هسه اللي يضربني طلقه هيك تروح الطلقه ها صدوق وهذا مال محبه صدوق وهذا يراجعني الشكوى وحده ضعيفه سمنها اللي تراجعني بس اسوي له هيك تسمن قعدي قعدي يعني هسه اذا ضربك ما يجيك راجدي معدل تضربين منو؟ اضرب حضرتك تضربين بعد عمي شاري اي عمي غير هسه صح ليش عمامي كلهم اخليه هيك 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 اه قال عمام زين ليش ما تصيح الشياطين ملاتك ليش عمام؟ الشياطين مالتي ما اريد اسخرها عليه شين هاي اعمال مو زينه انا اشتغل بس الاعمال الزينه بعد عمي اي بالشدات شنو الشدات لازم ما اخذ مني الشدات لا وانتم دجاله للفلوس على من دجاله؟ انتم على من؟ انتم عيني دجاله بيش بخت انتم لا شنو قومي له والله دجاله راح ازعج نسوان اذا خاف طاسه بهاي مال عني عني قومي له شنو هاي مال علي علي هاي طاسه على التواصل الاجتماعي ما تعرفها من مو سوي من او ذكرتها يصيح علي 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 ذكرتي عيال هذي المضغوطين طيب ايش تردين هسه عيني كل شيء مريض ليش تستهزئين بينا صار للساعه انتم دجاله يا سحارين حجامين البيوت مالاتك كلن حطيناهن بيدك وين هن علي من دجاله بنجيبوا لك كريز غير هذا نظيف خلنا نقرا عليها علي من دجاله ابويا شد روح روح دجاله من مراضي روح بيش وقت ما اضرب نسوان تدرين لو لا ابويا روح شفيني شارك ما تضرب نسوان عشان انت حاسب روحك رجال تعاي 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 احنا هنا ايش بيناتنا اصدقاء هسه راح اقمزي ثاني سوق عليها تعاي شنو انت والله العظيم خليك تقمزين هسه بس باوع علي وتقمزين يلا عيني باوع وهاي الحركات هياتني واقفه يلا اقول لك هاي الحركات مالاتي شو ما تبطليها شوف عيونها شنطت عيونك الشنطت لا هي مسويه تاتو تاتو مسويه تحب التاتو ابا شو شفيني شارك انت رجال كبير ما يدم الديدي عليك لا تدفعين لا تمشين من الساعه دفعتيني سعرها 5000 دولار اشتري كاني وهاي اشتري هاي الساعه ابويا روح شفيني شارك فدوى اروح لك رجال كبير هم دفعتني من الساعه بل شفيني شارك وشار ساعتك هاي مدري من جايبه بالحرام روح بالحرام روح وشايب 5000 دولار اذا بيعش ما اجيب مثل هاي الساعه تبيعني اذا بيعش ما تجيبيني بسعر هاي الساعه تبيعني يعني ايه؟ ما انباع انا اشتري فاهم لو لا ايش تشتري لا دفعيني من الساعه هسه اذا عطلان الا تخصي لي فلوس هاي الساعه ابوي هسه شفني شكلها كمل برنامج روح شنو عزيزي ايش لا تدفعيني انا جنبك ما راضي لا تدفعيني روح روح هجمني البيوت فخر منها يلا لا تدفعيني فخر من بيتك من هذا